أن العبد يمضي ولا يستسلم للأوهام ولا يستسلم للخوف، وإنما يمضي ويقول ما قدر الله فإنه سيكون، جلست أو ما جلست، ما هو فاكني أو معفيني إني أجلس. ولهذا لما قال المنافقون يوم أحد الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فليس الجلوس في البيوت يمنع من الموت، وليس الخروج للجهاد يسبب الموت أو يجلب الموت إذا لم يقدره الله، هو سبب لكن إذا لم يقدره الله كم ممن يدخلون في المعارك ويخرجون سليمين معافين. خالد بن الوليد رحمه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة، وكان يتمنى الشهادة، يتمنى أنه يقتل في سبيل الله، خاض معارك عظيمة ويتمنى أنه يقتل لكن ما حصل. ثم قال وها أنا أموت كما تموت العنز، تعرض للأخطار وما قتل ونومه على فراشه ما منعه من الموت، جاءه الموت وهو على فراشه. ثم قال رضي الله عنه فلا نامت أعين الجبناء. فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث على الشجاعة والإقدام والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن قعوده لا يغني عنه شيء. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. القضاء لا بد ينفذ ولا بد يجري، فلا فائدة في قعود الإنسان تخلفه عن فعل الأسباب النافعة، فعل الأسباب النافعة والكف عن الأسباب السيئة. فهذا يبعث في الإنسان القوة والشجاعة والإيمان بالله عز وجل، وينفي عنه الشكوك والأوهام والتشاؤم الذي يصاب به كثير من الناس، ينفي عنه الوساوس. ولهذا كان أهل الإيمان ما يتأخرون عن طلب ما فيه خير وما فيه فائدة، لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر ولا يقولون نخاف من الموت، نخاف من القتل، نخاف، هو إنسان الموت مقدر عليك يجيك لو ما رحت، وإن كان ما قدر ما هو بجايك لو رحت ودخلت في الخطر إذا كان لمصلحة راجحة.